الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا يا طالب العلم في قناة مبادئ اللغة بيفني notre chaîne Mabadi مبادئ اللغة pour nouvelle vidéo الصرف ستين بارتي الفعل درسنا أن الفعل نوعان اثنان ثلاثي ورباعي الفعل الثلاثي هو الذي حروفه الاصليه ثلاثه والرباعي هو الفعل الذي حروفه الاصليه اربعه ثم درسنا ان كل نوع من هذه الافعال ينقسم الى قسمين اثنين مجرد ومزيد، المجرد منه هو الذي ليس فيه حرف زائد، والمزيد هو الذي زيد فيه حرف أو حرفان أو ثلاثة أحرف، وللفعل الثلاثي المجرد ثلاثة أوزان في الماضي: فعل، وفعل، وفعل. وللفعل الرباعي المجرد وزن واحد في الماضي وهو فعلنا اما الفعل الثلاثي المزيد فيه فله ثلاث حالات الحاله الاولى مزيد فيه حرف واحد الحاله الثانيه مزيد فيه حرفان الحالة الثالثة: مزيد فيه ثلاثة أحرف، للفعل الثلاثي المزيد فيه حرف واحد ثلاثة أوزان: فاعل، وفعَّل، وأفعل. أما فاعل فتصريفه فاعل في الماضي يفاعل فاعل مفاعلة. أو فعالا في المصدر. أما فعل في الماضي يفعل في المضارع، فعل في الأمر تفعيلا في المصدر. أما تصريف أفعل في الماضي فهو أفعل يفعل أفعل إفعالا في المصدر. هذه أوزان الفعل الثلاثي المزيد فيه حرف واحد أما الفعل الثلاثي المزيد فيه حرفان اثنان فله خمسة أوزان افتعل انفعل تفاعل تفاعل وافعل فتصريف انفعل هو انفعل في الماضي ينفعل انفعل انفعالا في المصدر. وتصريف افتعل هو افتعل في الماضي يفتعل في المضارع افتعل افتعالا في المصدر. وتصريف تفاعل هو تفاعل في الماضي يتفاعل تفاعل تفاعلا في المصدر. وتصريف تفاعل هو تفاعل يتفاعل تفاعل تفاعلا في المصدر وأخيرا تصريف افعل هو افعل في الماضي يفعل في المضارع افعل في الأمر افعلالا في المصدر هذه أوزان الفعل الثلاثي المزيد فيه حرفان أما الفعل الثلاثي المزيد فيه ثلاثة أحرف فله وزن واحد وهو استفعل وتصريفه استفعل في الماضي يستفعل في المضارع استفعل في الأمر استفعالا في المصدر هذه هي أوزان الفعل الثلاثي المزيد فيه، أما الفعل الرباعي المزيد فيه، فله حالتان اثنتان، مزيد فيه حرف واحد، ومزيد فيه حرفان، أما المزيد فيه حرف واحد فله وزن واحد وهو تفاعل. وتصريفه هو تفعلل في الماضي يتفاعل تفعلل تفاعللا في المصدر. واليوم سنأخذ أوزان الفعل الرباعي المزيد فيه حرفان. فله وزنان اثنان فقط وهما افعلل وفعلل أما إفعل لا فتصريفه إفعل في الماضي يفعل اللو في المضارع إفعل في الأمر إفعل في المصدر مثاله إطمأن يطمئن إطمئن إطمئنانا إفعل يفعللو يفعل الله إفعل الله إفعل إشمأز يشمئز اشمئز اشمئزازا افعل اللا يفعل اللو افعل اللا افعل لا اقشعر اقشعر إقشعرارا اقشعرا اقشعر 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 افعل يفعل اللو افعل اللا افعل وهذا تصريف وزن افعل yarou donc voici la façon de conjuguer cette forme de verbe. sachez que peu de verbes dans la langue arabe possèdent cette forme. amma ifan lala, fata sifufu, ifan lala fil mardui, yan fil mudoria, ifan fil amri, ifan fi el mustadi. momis elu jama. يحرنجم احرنجم احرنجاما، إِفْعَنَّلَ يفعلل إفعلل إفعلالا، إفرنقع يفرنقع إفرنقيع إفرنقاعا، إِفْعَنَّلَ يفعلل إفعن إفعلل وكذلك هذا تصريف إِفْعَنَّلَ ولا يتغير أبدا. Donc, voici la façon de conjuguer cette forme. Également, très peu de verbes possèdent celle-ci. <tipabilities> Quels sont les sens de ces formes Min <mouth> marani ifalalla el el c'est l'exagération. Vouloir exprimer une chose en amplifiant son sens. <traditation> Iqsh'arra veut dire littéralement être saisi de frisson, avoir la chair de poule. Ishma'azat nafsu zaydin. Ishma'azat avoir du dégoût ou de la répugnance pour une chose. Et zaidun »« se tranquilliser et se détendre. Vous comprenez que dans tous ces verbes, il y a toujours un sens très fort. Wamin ma'ani if'an lala el mutawaratu. Parmi les sens de if'an lala, comme nous l'avons vu, est le fait de rendre ce verbe la conséquence d'un autre verbe. Le premier verbe qui était mutaaddi deviendra lazim et la chose qui a subi la conséquence du premier verbe deviendra alors le sujet dans le deuxième. Mithal, Harjama Zeidoun el ibina. a rassemblé les chameaux. <verbes> <'îbina> les chameaux se sont rassemblés. Farqa'a Zaydoun Asabi'ahu. a fait craquer ses doigts. Ifranqa'at el Asabiru. Les doigts se sont craqués. Et par cela, nous finissons le chapitre des verbes. Il existe encore quelques formes qui sont peu courantes dans la langue arabe à étudier. Nous les verrons par la suite dans des livres plus avancés. Tamarin. Sarif, c'est-à-dire les affaires, les Donc, conjugue tous ces verbes en écrivant à chaque fois el modali, el modalière, el amr, el mastar. Y haranjama, y haranjimu, y haranjin, y haranjaman, et ainsi de suite. Vous avez dans cet exercice toutes les wazn étudiées jusqu'à présent. Et voici la vidéo d'aujourd'hui qui s'achève. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.